بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 139. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب المحرمات في النكاح، وعند قوله في فصل عقده للمحرمات قال: ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن المحرمات إلى أمد لا ينكح كافر مسلمة، قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوهم من المسلمات حتى يدخلوا في الإسلام. و في لأن في ذلك إفسادا لدين المرأة، لأن الزوج له السلطة والسيطرة على امرأته، فيخشى أن يحولها إلى ملته وإلى دين الكفر. ولقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والحكمة والله أعلم ما ذكرنا من سيطرة الزوج على المسلمة فيحولها إلى دين الكفر، وذلك كما في قوله تعالى في آخر الآية: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نعم. قال: ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولقوله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذا فيه تحريم إنكاح، تحريم نكاح المسلم من امرأة كافرة، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ولا مشركة لهذه الآيات، إلا الحرة الكتابية، إلا الحرة الكتابية المحصنة هي العفيفة عن الزنا. والكتابية هي اليهودية والنصرانية، إذا كانت عفيفة ومحصنة فللمسلم أن يتزوجها، وذلك لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فدلت الآية على إباحة تزوج المسلم من الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، بشرط أن تكون محصنة أي عفيفة عن الزنا. فإن كانت مسافحة فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها لأنها غير محصنة أي غير عفيفة، وذلك والله أعلم لأن الزوج له السلطة على امرأته، فلا يخشى
عليه من لا يخشى عليه من أن تسيطر عليه في دينها، بل العكس هو الذي يسيطر عليها، ولما في ذلك من تمكينها من الدخول في الإسلام، ولأن أهل الكتاب لهم خاصية على غيرهم من أهل الكفر، لأنهم يؤمنون بالرسل في الجملة ويؤمنون بالكتب، فامتازوا على بقية الكفرة في هذه الحيثية لأنهم أهل كتاب. وأما الكفار الوثنيون فإنهم لا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون باليوم الآخر، وأما أهل الكتاب فعندهم أصل الإيمان بالكتب وأصل الإيمان بالرسل وأصل الإيمان باليوم الآخر، فأباح الله للمسلم أن يتزوج منهم. نعم. الكتابية المسافحة المعلنة بالزنا لا تجوز لمسلم؟ حتى المسلمة المسافحة لا يجوز أن يتزوج. الزاني الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فالمسافحة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها سواء كانت مسلمة أو كتابية. الكتابية من باب أولى. نعم. يعني في المجتمعات الغربية الآن أكثرهن مسافحات بالزنا، لا يجوز ذلك الزواج بهن. لا يجوز الزواج بالمسافحات مطلقة، لا مسلمات ولا كافرات، وهي المعلنة بالزنا لأنها ليس لها عرض. الذي ثبت أنها تزني مستمرة بالزنا سواء كانت معلنة أو غير معلنة، إذا ثبت أنها تزني لا يجوز أن تتزوج كما سبق، إلا بشرطين: الشرط الأول أن تتوب إلى الله، والشرط الثاني أن تخرج من العدة. نعم. معنى ذلك لا يجوز لمسلم أن يتزوج كتابية حتى يتأكد أنها غير مسافحة. لا بد من هذا، ما يتزوج كتابية مجهولة لا يدري عنها حتى يعرف عفتها وحصانتها. الله جل وعلا يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة. نعم. ومن المحرمات إلى أمد أنه لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مملوكة، وذلك لأنها مملوكة لسيدها، ولأن أولادها يكونون أرقة تبعا لها، إلا بشرطين: الشرط الأول أن يخاف على نفسه من الزنا، من العنت أي الزنا، والشرط الثاني أن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة، وذلك لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بهذا الشرط أن تكون مؤمنة، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، انكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فذكر في هذه الآية جملة من الشروط في تزوج الحر المسلم من المملوكة، وذلك أولا أن يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا فيريد أن يعف نفسه، أو يقولون إذا احتاج إلى خدمة ولا يستطيع أن يشتري أمة فله أن يتزوج أمة، إذا خاف على نفسه العنة. الثاني أن يعجز عن مهر الحرة أو ثمن الأمة. الثالث أن تكون الأمة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات. الرابع أن تكون عفيفة عن الزنا، أن تكون عفيفة صينة عن الزنا. فهذه أربعة شروط من هذه الآية.
ومن لم يستطع منكم طولا، هذا واحد، أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات المؤمنات يعني الحرائر. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا الشرط الثالث. الرابع في قوله ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، إن تصبروا عن زواج التزوج بالإماء فهو خير لكم، لما في الزواج من الأمة من استرقاق أولاده لأنهم تبع لأمهم حرية ورقة. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، حيث أباح لكم ورفع عنكم الحرج في هذه الأحوال الحرجة، أزال عنكم الحرج فأباح لكم نكاح الإماء بهذه الشروط. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. في هذه الآيات بيان كيد الكفار وكيد الفساق للمسلمين، وأنهم يريدون للمسلمين الشر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن توافقوهم على شهواتهم المحرمة. وهذا مشاهد من دعاة الضلال، خصوصا في وقتنا الحاضر، الذين ينادون بارتكاب المحرمات وتحليل المحرمات رغبة لهم لنيل شهواتهم، ويريدون أن يحولوا المسلمين من مجتمع ملتزم عفيف طاهر إلى مجتمع فاسد إباحي. وهذا معروف عن دعاة السوء في وقتنا هذا، وما أكثرهم في الصحف والمجلات والكتب والخطب والندوات وغير ذلك مما يصبونه من الفسق والفجور وسب الإسلام والمسلمين وسب الطهر والعفاف، كل هذا من داخل في قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ولهم ميل يسير بل قال ميلا عظيما. نعم، فهذا تحذير من دعاة الضلال ودعاة الشر وأصحاب الشهوات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. أي نعم، يخاف العنة يعني يخاف الوقوع في الفاحشة أو يحتاج إلى خدمة. والشرط الثاني أن يعجز عن طول حرة، يعني عن مهر حرة أو عن ثمن أمة يشتريها. نعم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. لا يجوز. نعم. ولا ينكح عبد سيدته. لا يجوز للمملوك أن يتزوج سيدته ومالكته، وذلك لتعارض العقدين ملك اليمين والزواج، لأن الزواج له أحكام والزوج له حقوق على الزوجة وله السيطرة على الزوجة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء، فللزوجية حقوق وللملكية حقوق، لسيدته عليه حقوق لأنها مالكته وهو تحت تصرفها، فيتعارض الأمران، تتعارض أحكام ملك اليمين مع أحكام الزوجية، فلذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها. نعم. ولا سيد أمته. ولا يجوز لسيد أن يتزوج أمته أي مملوكته، لأن الله أباحها له بملك اليمين، فلا حاجة إلى الزواج. عقد النكاح، لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. للحر أن يتزوج أمة أبيه لأنه لا ملك له عليها، لأنه لا ملك له عليها، فيجوز أن يتزوجها بالشروط السابقة، شروط تزوج الحر من الأمة.
نعم الشروط السابقة، لأنه لا علاقة له بأمة أبيه ولا ملكية له عليها. نعم، فهي وغيرها من الإماء سواء. نعم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها. قبل هذا يقول: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. دون أمة ابنه، فلا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا احتاج الأب إلى تزوج أمة بالشروط السابقة، فلا يجوز أن يتزوج أمة ابنه، لأن الابن وما ملك ملك لأبيه. ملك لأبيه. نعم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وليس للحرة نكاح عبد ولدها، لما في ذلك مما سبق من سيطرة العبد عليها وهو مملوك. نعم. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. وإن اشترى أحد الزوجين نعم. أو ولده الحر نعم. أو مكاتبه الزوج الآخر. نعم، لو تزوج أمة بالشروط السابقة ثم اشتراها انفسخ النكاح، لأنه ورد عليه ملك اليمين، وملك اليمين أقوى نعم. من عقد النكاح. فإذا تزوج أمة للشروط السابقة ثم اشتراها انفسخ نكاحه منها، لأنها صارت ملك يمين له، وملك اليمين أقوى من عقد النكاح. هذا إذا اشترى زوجته أو بعضه، أو اشترى بعضها، يعني نصفها أو ربعها أو عشرها، فإنه ينفسح عقد نكاحه منها. نعم. ومن حرم وطؤها. وإن اشترى أحد الزوجين، اشترت الحرة زوجها العبد، لأنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا كان مسلما، ويجوز للحرة أن تتزوج المملوك لعدم ما يدل على منعه، فلها أن تتزوج العبد المملوك. فلو اشترته، يعني اشترت زوجها، فإنه ينفسخ نكاحها منه، لأنه صار ملكا لها. وتقدم لنا أن المرأة لا تتزوج عبدها. نعم. أو ولد الزوج الذي تزوج الأمة، تزوج أمة بالشروط السابقة، فجاء ولده ابنها وبنته فاشترى زوجة أبيه الأمة، انفسخ نكاحها، لأنه ورد عليه ملك اليمين، لأن الولد وما ملك لوالده. نعم. أو مكاتبه، هو تزوج أمة كما سبق، وله عبد مكاتب، يعني باع عليه نفسه بمال يدفعه إليه أقساطا. نعم. كما سبق في باب الكتاب، في باب العتق. نعم. هذا المكاتب اشترى هذه الأمة التي تزوجها مكاتبه سيده، ينفسخ. لماذا؟ لأن العبد وما ملك لسيده، والمكاتب قن ما بقي عليه درهم، فإذا ملكها عبده وهو متزوجها انفسخ، لأنه ورد عليه ملك اليمين وهو أقوى من عقد النكاح. نعم. قال: انفسخ نكاحهما. نعم. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتاب. حرم وطؤها بعقد مما سبق من المحرمات، المحرمات المذكورة في الباب، حرم وطؤها بملك يمين، لأنه إذا حرم عقدها بالعقد فلا أن يحرم بملك اليمين من باب أولى. نعم. إلا أمة كتابية فإنه يحرم تزوج بها، يحرم التزوج بها بغير الشروط السابقة في تزوج الحر بالأمة،
لكن لو ملكها وهي كتابية جاز له أن يتسرى بها، جاز له، وإن كان لا يجوز له أن يعقد عليها لأنه لم تتوفر فيه شروط نكاح الأمة. إذا لم تتوفر فيه شروط نكاح الأمة ولكنه اشترى هذه الأمة وهي كتابية، نعم، فله أن يتسرى بها، لأنه إذا جاز نكاح الحرائر من نساء أهل الكتاب المحصنات فلا أن يجوز نكاح بملك اليمين من باب أولى، فلا أن يجوز الوط بملك اليمين وهو التسري من باب أولى. نعم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. نعم، لو تزوج محللة ومحرمة، تزوج محللة ومحرمة في عقد صح العقد في من تحل، كما لو تزوج عقد على امرأة وعقد على أختها في عقد واحد صح العقد في من تحل وبطل فيما، هذا فيه تبعيض العقد فيصحح منه ما يصح ويبطل منه ما يبطل. نعم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. نعم، يعني لو تزوج امرأة ليس فيها موانع، نعم، وتزوج معها معتدة، من هي في العدة، من معتدة من غيره، يعني جمع بين امرأة يحل له أن يعقد عليها، وعقد معها على امرأة في عدة من غيره، فإن العقد يصح في المرأة التي يحل العقد عليها وهي غير المعتدة، ويحرم العقد على المعتدة. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى المشكل هو الذي سبق بيانه في المواريث، وهو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولا مرجح لإحدى الآلتين على الأخرى، فهذا هو المشكل، لأنه لا يدرى مشكل، لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، هذا لا يجوز تزويجه حتى يتضح أمره، إما بأن يلحق بالذكور فيتزوج أو بالإناث فيزوج، أما ما دام مشكلا فإنه لا يزوج، لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، فهو جنس منعزل أو جنس منفرد عن الذكورة والأنوثة، محتمل هذا وهذا. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل، مفهومه أن الخنثى غير المشكل والذي اتضح أمره أنه يزوج، إن كان ألحق بالإناث يزوج على أنه أنثى، وإن الحق بالذكور يزوج على أنه ذكر، إنما الخلاف في المشكل الذي لم يتبين أمره. نعم. قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.